أخي الكريم أبو جمعة إعلان تسنن. سلام عليكم أخي. سلام عليكم أخي يا أبا جمعة. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم حياكم الله، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم يا أخي الكريم. نحن إن شاء الله نسمعكم حبذا لو تشنفوا أسماعنا بقصة تشيعكم لآل رسول الله صلى الله عليه وآله والبراء من أعدائهم باختصار، لأننا في نهاية الجلسة. أكيد كان الأمر بسرعة، تذكر حتى تاريخ ذاك اليوم 17 جوان 2018. وكيف أقول، المنهج البكري متضعضع، حتى لو كنت نجمع السنن الواردة في التوراة البكري كلها وأقوم تقرب إلى الله بها، كنت أشعر أني كأني لا أدري الكلمة. أنا لم أستعد لهذا الإعلان التشيع، فكان الأمر بسرعة، وكانت صلاة الظهر حاضرة، فقلت في نفسي هذا رسول الله ينظر إلى أعلامي إلى أعمالي. فلو كنت مخطئا في حق أبي بكر سيشفع لهما رسول الله، وإن كنت مصيبا فسيظهر الحق. توكلت على الله ولعنتهما في القنوت، ثم وقعت على دعاء الندبة، وكان كأن الأنوار من كل جهة. دعاء الندبة فتح الآفاق في ذهني، وقلت ويحي ويلي، أتذكر حتى قلت ويل أمي. والحمد لله أولا وآخرا. الحمد لله. أخي الكريم، ما هو أكثر شيء جعلكم يعني تقبلون نحو التشيع؟ لأني أصلا لم أعرف شيئا عن التشيع. كيف تعرفت على التشيع؟ كنت محتاج أني أركب الأحداث في بعضها، كنت أركب أحداث تاريخية، كنت محتاج أني أعرف أعداء البيت عليهم السلام، أعرفهم على حقيقتهم. فكيف وصلت إلى هذا الحق يا أخي الكريم؟ كيف اكتشفت؟ كيف اكتشفت؟ نعم. هناك غموض في التراث البكري حول الطائفة الرافضة. نعم. هناك حتى تزوير وأخبار كاذبة، ويجعلك عندما تتفكر في طائفة الرافضة تهرب منها هربا. نعم. إذن أخي، من الأمور التي جعلتكم تتشيعون هو التزوير عند هذه الطائفة، والثقة عند الرافضة ومشايخ الرافضة ومحدثي الرافضة، الوثاقة. الوثاقة، نعم نعم. هناك تفخيم مثل صحيح البخاري مثلا، هناك من كثر ما شرحوه حتى تعدى الأمر إلى تفلسف أحيانا، صار حتى تبويبه لكتابه يعتبر فقها. نعم أحسنتم أخي الكريم. فإن شاء الله شيخنا هذا الأخ الكريم تشيع، أو من الأمور التي جعلته يتشيع هو تزوير هؤلاء، ونحن في هذه الجلسة في صدد بحث هذه النقطة، تزوير مشايخ البكرية وكهنة البكرية وأمة البكرية. والحمد لله هذا الأخ الكريم، هذا المؤمن، أعمل عقله، وبسبب إعمال عقله ارتفعت وثاقته، وخاطب ربه وخاطب. نعم. نبيه صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله. مدخله للتشيع كان مدخلا استثنائيا إذا لاحظتم. نعم. يقول أنا
خاطبت ربي وخاطبت نبيي صلى الله عليه وآله ومضيت في هذا ولعنت أبا بكر وعمر في القنوت، ثم وقعت على دعاء الندبة الشريف. نعم. فغير كياني، عرفت تسلسل الأحداث وركبت أحداث التاريخ وعرفت هذا الأمر الغموض الذي أرادوا إخفاءه عنا، فهمته الآن الحمد لله. يعطيك الصحة الشيخ. نعم شيخنا الأخ الكريم معكم لتلقنوا شهادة الإسلام إن شاء الله تعالى. بوركت أخانا الكريم، ثبتك الله وإيانا على الإيمان والهدى. شكرا يعطيك الصحة، رزقك بصيرة وعزما في دينك إن شاء الله. شكرا. على بركة الله تعالى، قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير، وأنه لا شبيه له ولا نظير، جل جلاله جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلق أجمعين، وسيد الخلق أجمعين، ومبرأ من كل عيب وشين، ومبرأ من كل عيب وشين، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله، صلوات الله عليهم، صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله، من أبي بكر وعمر وعثمان، من أبي بكر وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان، أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، في النار، في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار.